أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم بالآخرة هم الأخسرون. إن كنتم تصلون كان كيف عاقبة من المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين. وحشر لسليمان وجنوده من الجن والإنس فهم لا يوزعون من سبأ يقين.